ينظم برنامج جامعة الخامس بالرباط لقاء علميا في موضوع إعادة إدماج قاطرة نحو التنمية برواق جامعة الخامس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب. هذه الدورة يستضيف مجموعة من الأطر والأساتذة الأكاديميين الباحثين في هذا المجال، مجال إعادة إدماج السجناء، لتبادل وتدارس مجموعة من الأفكار وقراءة مجموعة من القضايا المتعلقة بهذا الباب. الآن نتواجد في المعرض الدولي للكتاب، حيث نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء لقاء علمي مهم حول موضوع الإدماج قاطرة نحو التنمية. ومن خلال هذا اللقاء شاركت بمداخلة موسومة بدور السياسة الجنائية في أنسنة السجن وإعادة إدماج السجناء. الجامعة سيدي محمد بن عبد الله هذه السنة تشارك في المعرض الدولي للكتاب والنشر في دورتها 29 بمنطق جديد وبأفكار جديدة وبأسلوب جديد وبابتكارية على مستوى الطرح، خاصة على مستوى الندوات، وبالتالي عندنا ثلاثة ندوات موضوعاتية. شاركت جامعة بن زهر والكليات والمؤسسة التابعة لها في هذا المعرض للكتاب والنشر في دورته 29 لسنة 2024 الذي نظمته بطبيعة الحال وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتنسيق مع جهات أخرى.